أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة ورشة عمل تشاورية مع المعنيين في مجال الطفولة من عدة محافظات كالقنيطرة والسويداء ودرعا، وذلك للاطلاع على نتائج دراسة التنشئة الأسرية للفئة العمرية بدءا من لحظة الولادة ولغاية 3 سنوات، والتي كانت قد أنجزتها الهيئة بالتعاون مع منظمة اليونيسف وشملت جميع المحافظات السورية. اجتماعنا بخصوص دراسة أعدتها الهيئة بالتعاون مع مكتب المركزي للإحصاء ومنظمة اليونيسف عن التنشئة الأسرية ضمن الاستراتيجية الطفولة المبكرة اللي تعمل الهيئة على أعدادها. نتائج الدراسة اللي أجريت بكل المحافظات السورية صارت جاهزة بين إيدينا، وضمن عينة من الأسر 13900 أسرة، ولكن بسبب خصوصية هالدراسة وأهميتها وإدراجها باستراتيجية الطفولة المبكرة رح عملنا جولة بعدة محافظات أو بالغالبية من المحافظات، نحط نتائج الدراسة ما بين إيديهم وناخذ منهم مقترحات وبرامج ليتم إدراجها بما يتعلق بهالدراسة، ليتم إدراجها ضمن استراتيجية الطفولة المبكرة. نحن هلأ بجلسة حوارية مع المعنيين والمهتمين بالمحافظات الجنوبية اللي هي محافظة درعا سويدا والقنيطرة، لنقدر يعني نحن كانت دراستنا مع الأسر، هلأ نحن دراستنا مع أصحاب القرار مع المعنيين لنقدر نعمق نتائج دراستنا وناخذ منهم مخرجات هي بدها تكون مدخلات لدراسة التنشئة، دراسة التنشئة وبرضه كمان للاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة. ورشة عمل التنشئة الاجتماعية في الطفولة المبكرة، هذه الورشة مهمة جداً لنتيجة تواصلها واهتمامها بطلابنا وتلاميذنا بمرحلة الطفولة المبكرة. هذا الأمر يأتي ضمن التواصل بين وزارة التربية والمنظمات المجتمعية ومراكز البحث المتخصصة بهذا الأمر. الغاية منها هي معرفة الصعوبات التي تعيق متطلبات هذه المرحلة واستدراكها تعليميا وتربويا من قبلنا كمؤسسات تربوية فاعلة على الأرض. المراحل اللي بتمر فيها عمليات الدراسة، عمليات التنشئة، الدور اللي بيقع أثناء فترة بدء الولادة، الاهتمام من قبل الأهل أو الرعاية، أيضا بالنسبة للفئة العمرية الصغيرة دور الأسرة بالتنشئة باكتساب القيم الأخلاقية والقيم الوجدانية وتنشئته حتى يتعامل مع الأقران. طبعا الورشة لها محاور كثيرة ولها نفع كثير، إن شاء الله بيكون في فائدة أكبر. هذه الورش التي تسهم في بناء المجتمع السوري نحو أسر سورية مستقرة، هدفها تنشئة الأطفال تنشئة صحيحة، تنشئة تربوية محافظة على القيم والعادات والتقاليد، خاصة بأنه عمر من 0 إلى 3 سنوات هي مرحلة هامة في عالم التربية والطفولة المبكرة. الدراسة شكلت الخطوة الأولى نحو وضع المقترحات والتوصيات اللازمة لإغناء العمل بما يخدم كل محافظة، وصولا لإعداد استراتيجية وطنية للطفولة المبكرة.